بسم الله الرحمن الرحيم شوروكم بنمد الله جبخنك مهربانا دي والعصر می قسم إن الإنسان لفي خسر إنسان كي دير بخسارة كده إلا الذين آمنوا فالحاتي وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر بغیر د هر خلکنا چې ایماني راوړو او نیک عملونه کول او یو بل ته د حق نصيحت او د صبر تلقین کولو